محافظة شبوة تسقط الريال السعودي بقرار حازم وجريء وينتصر للمواطنين والعملة اليمنية. لنشاهد التفاصيل. أصدرت السلطات المحلية والأمنية في محافظة شبوة قرارا حاسما وجريئا ينتظر المواطنين والعملة الوطنية اللذين يعانيان من انهيار وتداع جراء تداعيات الحرب المتواصلة للعام السابع على التوالي. وعممت إدارة أمن مديرية عاتق بناء على تعميم مدير أمن محافظة شبوة وتعميم وزير الداخلية قرارا يقضي بمنع أي تعامل بالعملة السعودية في إيجارات العقارات بالتزامن مع انهيار العملة المحلية. التعميم المذيل بتوقيع مدير عام شرطة أمن مديرية عاتق مركز محافظة شبوة العقيد خالد صالح عبد الله صدر اليوم وشدد على عدم إبرام أي عقود أو معاملات تجارية إلا بالعملة الوطنية الريال اليمني. ووجه التعميم عقال الحارات بالإبلاغ عن أي مالك عقار يقوم بالإيجار بالعملة السعودية، محاذرا في حالة ضبط أي مخالفة من أي مالك عقار لتلك التعليمات سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية. يأتي القرار بعد تعالي شكاوى المواطنين من ارتفاع إيجارات العقارات بمحافظة شبوة، حدا عجز معه مدير مكتب الثقافة عن تأمين شقة أو منزل أمام تصاعد مبالغ إيجارات الشقق لتتجاوز 500 ريال سعودي 200 ألف ريال للشقة شهريا. يشار إلى أن التعميم يأتي بعد يومين على تعميم مشابه أصدرته سلطة تعز بمنع أي زيادة في إيجارات المنازل والعقارات وسط انهيار الريال اليمني حتى تجاوز الدولار الأمريكي عاجز 1600 ريال والريال السعودي سقف 400 ريال.